انضم إلينا من رام الله عصمت منصور الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ عصمت صباح الخير وأهلا بك معنا على شاشة الغد في هذه التغطية المستمرة لتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. تقريبا 3 أسابيع مرت على هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. حتى الآن مع كل ما وضعته إسرائيل من أهداف لهذه العملية ضد قطاع غزة، طبعا بعنوانها العريض وهي القضاء على حركة حماس، ما الذي تحقق فعليا من الناحية العسكرية؟ تحياتي لك وللمتابعين الأعزاء ولكل العاملين في الغد. يعني حقيقة إذا أردنا أن ننظر إلى الإنجازات السياسية والعسكرية، حتى الآن لم يتحقق شيء. نتنياهو تلقى دعم عالمي لم يتلقاه ربما رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل لشن حرب على منظمة صغيرة وعلى قطاع غزة. يعني نعتبر حماس بالفعل، يعني رغم كل تضخيم الاحتلال، هي تبقى تنظيم فلسطيني وليس جيش كبير أو يعني تحالف دولي أو يعني مجموعة من التنظيمات الكبيرة. هي تبقى تنظيم فلسطيني يقاتل بأدوات بسيطة صاروخية أو تكتيكية. لم يحقق أي انتصار عسكري، يعني لم نرى صورة انتصار يتباهى بها أمام العالم وأمام الإسرائيليين، ولا انتصار سياسي. يعني هذا الدعم وهذا المدد وهذا الغطاء الدبلوماسي وهذا التأييد والاحتضان من الغرب جميعه تقريبا، ومع ذلك نتنياهو عاجز عن التقدم. وحتى أهداف الحرب هو كل يوم يعني وخططها يجري عليها تعديلات، وهذا يعني إن دل على شيء يدل على أنه كل مرة يعني يحاول أن يلائم نفسه مع إما الشارع. يعني بالأمس مثلا تحدث عن الأسرى لدى المقاومة ووضعهم ضمن الأهداف، يعني وضعهم ضمن الأهداف الرسمية إعادتهم. يعني هذا بالفعل ضغط العائلات، ولكن هو كان يعني يقول سنعيدهم ولكن لا يضع حد من الأهداف. لذلك نحن لا نرى أن هناك تقدم أو إنجازات حقيقية. هناك تدمير، هناك قتل للمدنيين بشكل كبير جدا وأعداد يعني لا يمكن، حتى لم يكن إنسان يتخيل أنه يتم قتل بشكل مقصود هذا العدد وهو يتفرج العالم. يعني ويمكن لإسرائيل أن تقتل أكثر من ذلك، لديها آلة تدميرية هائلة، لكن أن يتفرج العالم وأن يعني أن يؤيد هذا القتل، هذا أمر يعني غير مسبوق. لذلك يعني هو قتل مدنيين، هدم مساجد وكنائس ومدارس ومخابز وكل ما يمكن أن يخطر إلى على بال، وصفر نتائج. المقاومة تطلق صواريخ. وهنا يمكن أن نسأل أستاذ عصمت، يعني ما تقول حضرتك أنه حتى الآن لم تحقق إسرائيل أي هدف عسكري أو سياسي يذكر في حربها على قطاع غزة، بالرغم من أنه هناك تأييد ودعم غربي عسكري وسياسي، ما هي العوامل التي منعت حتى الآن الاحتلال من تحقيق أي هدف كبير؟ هو هذا يعني متعلق بالأساس بطبيعة المواجهة. يعني هذه المواجهة يستطيع نتنياهو فقط أن يحقق فيها إذا ما دخل برا، وعندما يدخل برا يعني مثلا الوصول إلى قادة حماس الذين قال أنهم سيصفيهم يعني داخل وخارج وتحت الأرض وفوق الأرض، الوصول إليهم يحتاج إما إلى معلومات استخباراتية وبالطيران، وهذا حتى الآن يعني لم يتحقق، أو الدخول بريا، وهذا أيضا حتى الآن يتأجل مرة بعد الأخرى. إنجازات أخرى هو أنه مثلا يعني ماذا يمكن أن يقدم صورة انتصار غير هذا يعني الأمر؟ هو وهذا لم يحققه. الانتصار العسكري كان يمكن مثلا أن يكون وقف الصواريخ، يعني أن نرى وقف للصواريخ وشل لقدرة حماس على إطلاق صواريخ أو المقاومة، هذا لم يتحقق أيضا. أصلا المقاومة أطلقت بالأمس إلى إيلات وإلى الكرمل، يعني هذا وتل أبيب، وبالتالي إن طالما المقاومة قادرة أن تطلق صواريخ هذا فشل إسرائيلي، وبالتالي لا يحقق إنجاز عسكري. طالما أنه لم يصل إلى هدف كبير في المقاومة ويستطيع أن يعني يصفيها أو أن يعتقله أو أن يخرج به وهو مكبل ويتباهى، وعندها يعني يمكن فعلا أن يعيد الاعتبار لجيشه وهيبته، هذا أيضا يمكن أن يكون انتصار. لذلك السبب هو أنه كل هذه القدرة الهائلة لجيش الاحتلال على التدمير وعلى البطش هي مكبلة موضوعيا بأنها
غير قادر على تحقيق هذه الأهداف، لأن المقاومة تعمل بظروف وفي واقع قتال هي صممته تحت الأرض ومن خلال أنفاق وبشكل سري ومجموعات صغيرة موزعة بأماكن بعيدة. هذا يعني هذه العملية تجعل الوصول إليهم أمر شبه مستحيل إلا إذا اجتاح كل القطاع أو اجتاح أجزاء واسعة من القطاع، وهنا تبدأ يعني مواجهة هو يدفع فيها ثمن كبير وربما لا يستطيع التقدم به إلى الأمام. يعني يدخل القطاع ولكن لا يستطيع التقدم، وكل تقدم يكون منوط بقتلى وجرحى وتدمير مجنزراته، وهذا الذي يعني يجعله فعلا غير قادر على يعني حسم المعركة أو تحقيق إنجازات تذكر. هو يعني أشد ما يتمنى نتنياهو أن يخرج إلى الإعلام بمؤتمر صحفي كالذي عقده اليوم، ويكون بيده صورة ما أو فيديو ما أو شيء ما يعرض للجمهور الإسرائيلي ويتباهى به. هذا لم يحدث حتى الآن.